السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى نشرة موجزة من قناة الشروق، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان نائب القوات المسلحة عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للقوى السياسية بالاتفاق والوصول لحكومة كفاءات تعمل على قيادة الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات، مجددا حرص القوات المسلحة على حماية وصون أمن المواطن والوطن. وجاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم المؤتمر الدولي لدى البحيرات العظمى الذي تستضيفه الخرطوم، منوها إلى ضرورة العمل الجاد لإصلاح العلاقات الإفريقية بما يخدم مصلحة وتطلعات شعوب القارة الأفريقية. عاد عضو مجلس السيادة الانتقالي المبعوث الخاص لرئيس المجلس إبراهيم جابر مساء الأمس للبلاد بعد جولة إفريقية شملت عددا من الدول الإيجاد. وقال وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير دفع الله الحاج إن عضو مجلس السيادة سلم عددا من الرسائل لرؤساء تلك الدول الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بوصفه رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد. وأوضح وكيل الخارجية المكلف أن الجولة أتاحت الفرصة للقاءات مباشرة مع رؤساء الدول وإطلاعهم على مجريات العملية السياسية بالبلاد وعزم حكومته بالسودان على التوصل لتوافق سياسي يفضي لحكومة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة، مبينا أن زيارة كان لها أثر كبير حيث أمن الرؤساء على أهمية الأمن والاستقرار في السودان، وعبروا عن قناعاتهم بالدور الرائد الذي ظل يلعبه السودان على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدين تعاونهم مع السودان لتحقيق أهداف خارطة الطريق تفعيل منظمة الإيجاد. أكد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني دكتور أمين عباس محمود وجود فرص واسعة متاحة في مختلف المجالات للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين القطاع الخاص بالسودان والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والزراعة، بما يحقق مصلحة الجانبين ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. وأكد خلال لقائه بمكتبه بالاتحاد نائب رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم السيد أدميس ومساعد الملحق الاقتصادي بالسفارة جاستين كينغ، أكد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص وكذلك في البلدين لتسهيل وتطوير النشاط التجاري وإيجاد المعالجات للتحديات الأخرى التي تواجه تعاملات وأنشطة قطاعات الأعمال بالسودان والولايات المتحدة الأمريكية في التعاملات الثنائية المشتركة. كشف والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن مساعي حكومته لإنجاز حملة كبرى بمشاركة قوات مشتركة لمحاربة ظاهرة تحرك الأرياد غير المرخصة ولها سجل في سلطات المرور. ووجه الوالي بتحديث كاميرات المراقبة المرورية وزيادة عددها في المواقع الاستراتيجية ومواقف المواصلات وعند التقاطعات لتسهيل عملية التدخل السريع لفك الاختناقات المرورية. وأكد لدى زيارته لغرفة السيطرة والتحكم المروري دعم حكومة الولاية لخطط شرطة المرور التي تهدف لأحداث نقلة نوعية في الرقابة الإلكترونية لأنظمة المرور. اطلع والي جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون وزير المعادن محمد بشير عبد الله على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية بولاية جنوب دارفور، خاصة مناطق التعدين بالولاية. وقدم هنون لدى لقائه وزير المعادن بالعاصمة الخرطوم شرحا مفصلا عن جملة من المطلوبات الخاصة بالمؤسسات القائمة لتقديم الخدمة للمعدنين. وتم خلال الاجتماع الاتفاق مع وزير المعادن على إكمال مشروعات التنمية التي بدأتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمناطق التعدين، وكان ذلك بمحلية الردوم. ووجه وزير المعادن محمد بشير عبد الله الشركة السودانية للموارد المعدنية ولاية جنوب دارفور بتكوين مجلس تنسيق التعدين الولائي، إضافة إلى الاتصال ببنك السودان المركزي
لفتح نوافذ لشراء منتج الذهب منعا للتهريب وتفعيل فكرة تنظيم المعادن التقليدي. أرسلت حكومة ولاية القضارف قوة مشتركة قوامها 16 عربة مجهزة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع بهدف مكافحة الجرائم والتعدي على المشاريع الزراعية بكل من محليات البطانة وقلع النحل والمفازة والرهد وريف وسط القضارف. وقال العميد شرطة عبد الرحيم إبراهيم فرج مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية القضارف إن القوات المشتركة جاهزة للحد من التعدي على المشاريع الزراعية خاصة في فترة الحصاد الحالية، داعيا المزارعين والعمال للتبليغ الفوري عن أي نشاط إجرامي والتعاون مع القوات في أداء مهامها. انطلقت بنادي النيل العالمي بالخرطوم فعاليات البطولة الوطنية الأولى لرفع الأثقال والسباحة والتي ينظمها الأولمبياد الخاص السوداني برعاية صالة المهندسين للجيم ونادي النيل العالمي بالخرطوم. وبدأ البرنامج بطابور عرض للكشاف البحرية والبعثات والولايات المشاركة في البطولة، وشهد الحضور منافسة قوية في منشط رفع الأثقال والسباحة، فقدم الأبطال خلالها منافسة قوية نالت رضا واستحسان الحضور. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام زوروا قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، وفي الختام كونوا بخير وعافية، في أمان الله.